أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي البدء بمقترحات لمعالجة الصعوبات التي تعارض سير عمل وزارة النفط والمعادن وتفعيل مستوى الأداء والتغلب على التحديات. وشدد الدكتور مقبولي أثناء ترأسه اجتماعا لقيادات المؤسسات والوحدات والشركات التابعة لوزارة النفط على ضرورة تعزيز جوانب التنسيق بين مختلف الوحدات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط بما يخدم المصلحة العامة. من جانبه أكد وزير النفط والمعادن دياب محسن بن معايلي حرص المؤسسات النفطية على العمل بكامل إمكانياتها من أجل إيصال الخدمات للمواطنين. نحن مع معالي الوزير النفط والثروات المعدنية في إعداد مصفوفة بحيث أن نحصل على تأمين الشارع من حيث احتياجات المشتقات النفطية وكذا الغاز، وكذلك عمل رؤية واضحة تشمل في النهوض للمرحلة القادمة بالنسبة للحكومة الإنقاذ الوطني، ما يتلائم مع برنامج الوطني للحكومة المقدم إلى مجلس النواب.